من الصعب ان انت تكسب حب واحترام الجميع في دوله غير دولتك او بلد غير بلدك. محمد صلاح بينفذ ده، واحنا زي ما احنا شايفين يعني بنحاول ان احنا كل اسبوع نجيب الجديد محمد صلاح، وده بيدل على انه فعلا مؤثر بشكل كبير جدا ما بين زمايله وما بين الجمهور الانجليزي، مش بس في مصر او مش بس في انجلترا او في اوروبا، لا ده احنا هنروح لحته بعيده جدا في الهند. الهند والقصه الشهيره انه يعني طبعا احد المصريين اللي موجودين في الخارج كان طبعا بيتسوق في احد المحلات الهنديه، والعامل الهندي بيوقفه فبيقول له، بيوري له صوره محمد صلاح في احدى الصحف الشهيره الهنديه، وبيقول له مش ده محمد صلاح لاعب المصري بتاعكم؟ قال له اه. فقال له ده احنا واخدين له او الصحيفه دي واخده له صفحه كامله، او بلغه الصحافه فرداله خبر لوحده في الجريده وبتتكلم عليه. تخيلوا بقى ايه ابرز الـ الاخبار اللي الصحيفه الهنديه غطتها في الصوره اللي قدام حضراتكم. طبعا دي الصحيفه الهنديه مش هنفهم منها اي حاجه خالص، لكن الكلام كان مترجم او حاولنا ان احنا نعرفه قبل ما نتكلم مع حضراتكم. اتكلمت على اعماله الخيريه، واتكلمت على صلته او علاقته ما بين كره القدم، وازاي هو لما بيحقق نجاحات ما بينساش اهل بلده، ما بينساش الناس اللي كانت واقفه معاه، وازاي هو عامل حاجات خيره جدا جدا. طبعا محمد صلاح عمرنا ما شفناه بيتكلم على حاجه من الحاجات دي، لكن احنا بنسمع بحكم ان في صحافه وفي اعلام وسوشيال ميديا بنعرف ايه اللي محمد صلاح بيعمله، ايه التبرعات. احنا بنتكلم بنضرب مثل، مش بنقول او بنزكي او بنقول محمد صلاح بيعمل حاجه كلنا نعمل زيه، لا طبعا راجل على قد مقدرته وعلى قد امكانياته اللي موجوده بيحاول ان هو يساعد اهل بلده في اكتر من جهه، سواء مستشفيات سواء اجهزه سواء حاجات كتيره جدا جدا. زي ما احنا قلنا ربنا يحميه يا رب من شر الاصابات ويحبب فيه خلقه اكتر من كده، وهو متالق، فان شاء الله بقى المباراه القادمه في الدوري الانجليزي لليفربول يقدر يتالق ويلاحق هاري كين ويتصدر جدول هدافي الدوري الانجليزي. خلصنا محمد صلاح، نروح بقى لتريزيجيه، واحد من اللعيبه المظلومين